تشارك وزارة البيئة دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للطيور المهاجرة الذي يسلط ضوء هذا العام على العلاقة بين الطيور والحشرات في حفظ توازن النظام البيئي. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أهمية مشاركة مصر دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للطيور المهاجرة لما لها من أهمية كبيرة، حيث تعد استراحة مميزة للعديد من أنواع الطيور المهاجرة، لافتة إلى أن هجرة الطيور تعتبر ظاهرة طبيعية فريدة من نوعها تعكس تكيف الكائنات الحية مع تغيرات المواسم والبيئات المختلفة.